لغاية ما نجيب حمدي الحسيني علشان خاطر صاحب الزملكاوي ده، انا مش هسيبه حبيبي. صديق الزملكاوي عايز مداخلة، هو الاستاذ مجدي. ماشي اوكي، بس اسمعك الاول قبل المداخلة وحقك تقول اللي انت عايزه. اسمعك جمال الشريف. بص انا يا عم ماليش دعوه بالمصريين خالص، انا خليني في الراجل الانجليزي وخليني في جمال الشريف وهجيب حمدي الحسيني، ولكن خليني الاول اسمع قضيه جمال الشريف قبل ما اجيب اله امام واعمل معاك مداخله اهو. اسمع جمال الشريف. طبعا هذه الامسيه كان هناك قرار ذو اهميه بالغه جدا لالغاء هدف مؤثرا. طبعا الحكم كان في موقع ممتاز ليتخذ القرار بنفسه دون الحاجة للرجوع إلى الفار، لكن الفار فضل، كان له رأي آخر اعتمده الحكم فيما بعد. بالنسبة للاعب الأهلي الذي انطلق ليلعب الكرة برأسه من الخلف، طبعا أيمن أشرف، حيث الكرة بعد أن ارتدت ارتدت ضعيفة، لم ترتد بشكل قوي إلى باتجاه خروجها من منطقة المرمى، فأصبح لبطئها ولارتدادها أصبح المدافع أقرب إلى خط المرمى، وبالتالي عملية العودة بالنسبة إليه كانت صعبة وصعبة للغاية، وبالتالي استكان للكرة المرتدة. فيما انطلق أيمن أشرف الذي كان يتمتع بإمكانية أفضل من المدافع لأنه كان بعيد عن الكرة، وبالتالي هو قادم من الخلف، فهذا يتيح له الفرصة أن يرتقي ويقفز بشكل مريح، وبإضافة لخطوات السرعة التي يستخدمها التي تمنحه القدرة على الارتقاء بشكل أفضل. أعتقد بأن اللاعب لم يؤثر على عملية الارتقاء بالنسبة للمدافع للعب الكرة، والمهاجم لم يقم بعملية السناد. السناد سوف تتم إما باليد، وهذا لم يحصل لأن اليد كانت ممتدة بعد إلى منتصف الصدر تقريبا، أو بالساعد عند المرفق لكي يتكئ على اللاعب المدافع ويستطيع بالتالي أن يكتسب فرصة أفضل للارتقاء والتسجيل. كل ذلك لم يكن موجودا. الحالة الوحيدة التي كانت يمكن أن نذهب باتجاه احتساب المخالفة هو إن قام بعملية دفع للرقبة أو للوجه، وبالتالي هذا سيجعل المدافع أو يفقد المدافع ما تبقى له من إمكانية للتعامل مع الكرة، لأن الكرة على هذا المستوى تلعب بالرأس، وبالتالي عندما أزيح الرقبة أو الوجه أو الرأس وبالتالي لا أمكنه من ذلك. أنا لم أرى ذلك، لأن هذا سيتم إما بكف اليد على الوجه والرقبة أو باستخدام الساعد لدفع الوجه أو دفع الرقبة، وبالتالي أنا أعتقد هو انطلق بشكل متميز. طبعا أتاحت له فرصة ارتداد الكرة ومكان وتمركزه، فيما كان ذلك أفقد المدافع كثير من الفرص للمتابعة، كان لا يمتلك إلا فرص محدودة للمنافسة، وبالتالي بقي واقفا في مكانه، فيما انطلق مع القفز بالهواء، لم يستخدم الركبة على ظهر اللاعب المدافع، لم يقم بعملية دفع، لم يقم بعملية استخدام الكتف للدفع من الظهر من الخلف، وبالتالي كل هذه العناصر التي يمكن أن تدفعنا لاحتساب المخالفة لم تكن موجودة. أنا أعتقد طبعا كان يجب أن يكون لدينا زاوية أخرى مهمة لتحسم الموقف بشكل كامل، هي خلف الشباك تماما، لنستطيع أن نرى ماذا فعلت اليد تماما، بمعنى الساعد، الذراع، ماذا فعل، هل أثر على المدافع أم لا. أنا أعتقد بأن المدافع كان مستكين والمهاجم كان لديه فرصة أفضل مكنته من الارتقاء ولعب الكرة بالرأس. أعتقد لا وجود لمخالفة، لا وجود لدفع، لا وجود لاتكاء، لا وجود للدفع أو إزاحة الرقبة أو إزاحة الرأس، وهذه هي بيت القصيد، لأنه من خلالها يستطيع أن ينافس باعتبارها كرة عالية.
وبالتالي أعتقد أنا أرجح فكرة أن يكون الهدف صحيحا. وطبعا كما ذكرت هذا الترجيح نتيجة تحليل كل هذه التفاصيل، كنا نحتاج إلى زاوية أخرى لنحسم الموقف بشكل نهائي، لكن أنا أعتقد مثل هذه الكرات على المستوى العالمي وعلى المستوى الدولي أنا أعتقد لا تعتبر مخالفة، وهذه موضوع مشروع، يعني أن ترتقي باتجاه الكرة وتلعب الكرة دون أن تقوم بعملية دفع، فهذا دائما يعني يسجل لصالح اللاعبين المهاجمين الذين ينطلقون يرتقون للعب. ده كان كلام الكابتن جمال الشريف واللي انفرد بيه زميلنا المحترم الاستاذ حمدي الحسيني في قناته وبرنامجه الدرجه الثالثه، اللي طبعا قناه الاستاذ حمدي الحسيني الدرجه الثالثه على اليوتيوب واحده من القنوات الراقيه. حمدي ليس له الوان، يعمل بمهنيه باحترام تتفرج عليها، لا تحسبه على لون ولا على شكل ولا على ملة ولا على صفة، تحسبه على العدل، على الاحترام، على المهنية. علشان كده ما تقدرش توضح ملته رايحه الأحمر لأخضر انتماء والكلام ده. واعتقد ان كلام، بص انا بقول لك مش عايز انا اللي خلاني اعتذرت على التويتر ايه، كلام جمال الشريف وكلام الحكم الانجليزي اللي جابوه ميدو، دول متجردين، لا الانجليزي راجل بيشجع حد ولا جمال الشريف بيشجع حد. ناصر عباس على قناة الأهلي كان عامل حساب لابن أخته الحكم. الشناوي خرب الدنيا عكن ولده عمرو. واخد بالك أنت؟ فأنا ماليش علاقة. دول الاتنين اللي قالوا. لا، الباقي كله بجمال الشريف اللي جابه حمدي. أنت قدام تمانية خبراء عاليين جدا قال لك هدف. فاعتذرت عن التويت، الناس واخدين النهاردة التويتة وكلام مفضوح من عبد الناصر، وبعد ما عمل التويتة انه مش هدف راح كتب انه هدف وبيعتذر. جمال الشريف اهو، انا ما جبت لك امبارح، جبت لك الدنيا كلها، النهاردة دي جبت لك جمال الشريف. استاذ حمدي الحسيني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخويا وصديقي الحبيب عبد الناصر، انا بحييك وبشكرك جدا جدا على الكلام اللي قلته عني. لا لا دي حقيقه، وانا بحييك على انك انت دايما بتجيب جمال الشريف لحسم كثير من النقاط، لانه دائما ربما يكون اكثر نزاهه، مش اللي عندنا وحشين، يعني كلامه يسمع لانه بلا انتماء ومش مصري. بالظبط كده، الكابتن جمال الشريف زي ما انت بتقول يا عبد الناصر ملوش اي انتماء ما بين الانديه المصريه، والراجل بيحكم بشفافيه وبحياد تام على الفيديو او اللقطات اللي انا ببعتها له، وانا ببقى حريص جدا ان انا ببعت له مجموعه فيديوهات، مش فيديو واحد. امبارح قعدنا نتناقش في الحاله عبد الناصر وانا مش عايز اعمل الفيديو بتاعي اليومي الا لما الكابتن جمال رد عليا. طبعا كان امبارح يوم مشحون بالمباريات الحلوه الكتير زي ليفربول ومانشستر يونايتد والانتر واليوفي ومباراه برشلونه مع اتلتيك بلباو في نهائي كاس السوبر الاسباني. فالكابتن جمال بيكون حريص ان هو يشوف كل المباريات ويحلل الحالات التحكيميه بتاعتها، فكان مشغول جدا. فاستنيته لحد تقريبا 3 الا ربع قبل الفجر بشويه كده على ما رد عليا، وطبعا كان محتار في الحاله لان هو برضه بيعيب علينا للاسف مساله الاخراج التلفزيوني ان ما بيبينش الاعادات بشكل واضح زي طبعا المباريات الاوروبيه اللي هو بيحللها. يعني انت عارف عارف يا عارف يا حمدي الرقي اللي في الموضوع، يعني انا عايز اوصل للناس ده، انا بتكلم عن الاهلي، بجيب ناس سيره الزمالك خالص. ايه اللي يعني مثلا احمد عفيفي مثلا يقول لك ايه دلوقتي جاي يقول لك ايه، يقول لك لاعب اعتدى على السماعه خد 6 مباريات، ولاعب اعتدى على انسان خد 4، اين العداله؟ يا عمي انت مالك ومال المنافس؟ يا اخي لو الزمالك اتظلم اطلع اعمل 800 يوم وهات حق ناديك. يا اخي الاهلي القناه مالكش دعوه بالمدرب اللي بيعمل الاحتقان. انا امبارح والنهارده عامل سهرتين، لم اذهب الى الزمالك ما قلتش اشمعنى فلان لما عمل كذا ما خدش، ماليش دعوه بالكلام ده. يعني انت يا عفيفي مالك انت يا تتدخل ليه في الفيلم اصلا؟ هو ده اللي بيعمل الاحتقان زي ما انت بتقول، واحنا دورنا ان احنا نهدي الاحتقان او التعصب ما بين الناس، مش ان احنا نشعلله. وفي النهايه كل واحد فينا بيجتهد علشان يوصل صح للحقيقه او للراي المحايد، وده اللي انا بحاول اعمله الحقيقه مع الكابتن جمال الشريف. هو راجل اضافه الى نزاهته التامه اللي انا اشهد له بيها، كمان ده راجل تاريخه طويل جدا يا عبد الناصر، راجل
يعني الحكم العربي الوحيد اللي حكم 3 كاس عالم، يعني راجل خبرته عالية جدا ومحاضر في الاتحاد الدولي وقيمته كبيرة جدا، والراجل الحمد لله بحب وصداقة شديدة بيتعاون معايا في مسألة الحالات اللي بيشوفها، ويعني بيشوفها وبيقول رأيه بتجرد تام. احيانا كتير الناس بتقول ان هو ضد الاهلي، واحيانا الناس بتقول ان هو مع الاهلي او ضد الزمالك او مع الزمالك، طبعا كل واحد على هواه، لكن الراجل بصراحه محايد تماما في المساله دي، وهو راجل بيحب شغله جدا ودقيق فيه قوي، علشان كده انا بيشرفني دايما ان هو يكون معايا في قناتي. يعني ده تميز منك، ويضاف الى نزاهتك انت قبل نزاهه جمال الشريف، ويضاف الى تميزك الدائم. انت حاجه مهنيه، خلي بالك احنا عندنا شغب، انا بعترف لك اهو، احنا ناس عندنا شغب على اليوتيوب، ما عندناش، ما بنقفش على محطات. انت مهني ومحترم، انا لما بحب اتفرج على الرقي والهدوء بتفرج على حمدي الحسيني بما يرضي الله، يعني ولكن احنا بحكم ان احنا بتوع الشرطه والقضايا والسجون والنيابات والاقسام، رايحين جايين خلاص جسمنا نحس، ولكن انت تعمل بمهنيه، وانا بحيي يوسف على الاخراج الرائع وعلى شغل المونتير اللي اصبح متمكن فيه من الادوات، بحييه جدا جدا جدا، ولي عندكم زياره، لان انا واحد يوسف ان انا لازم اجي اسلم عليه في البيت. لا ده انت تنورنا والله، انا بس شايفك مشغول. معلش بس انا سافرت لسه. ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك طبعا من الرجوع من العمره، وانا عارف ان انت دعت لنا كتير هناك. كتر خيرك يعني، انا متاكد ان انت دعت لنا. دي حقيقه والله. واحتفلنا بعيد ميلادك من مكه. طبعا طبعا ربنا يخليك. انا بس انا 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 اسمح لي بس، لازم، لان انا واحد يوسف يعني، قلت له مش عايز اعزمك بره، انا اجي اسلم عليك في البيت. لا ده انت تنورنا والله، وقت ما تفضى البيت ينور بوجودك ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ حمدي، تحياتي. ربنا يخليك، ربنا يخليك، بالتوفيق ان شاء الله.